بمر بأصعب أيام حياتي. أبويا وأمي حالتهم الصحية مش حلوة وسبت الشغل، ومراتي تعبت هي كمان من قريب، مش عارف أعمل إيه. مساء الخير يا بابا. مين؟ الله، بدر، إزيك يا حبيبي؟ أهلاً أهلاً. أمال ماما فين؟ أمك فين؟ لا والله ما أنا فاكر. سرطان القولون من الأمراض اللي محتاجة لشغل كتير يتعمل، بس الحقيقة أنا اللي مستوقفني إنك لسه ما قلتلهاش لغاية دلوقتي. دي حاجة تتقال إزاي بس؟ أنت عايزة جوزك يروح الشغل يوم الحد يلاقي نفسه مفصول؟ إزاي تحطي جوزك يا بنتي في الموقف ده؟ ما أنا قلبي مش مطوعني أقول له يا ماما. أنا قولي يا حبيبتي، كنت عايزة تقولي إيه؟ اسمعني كويس يا بدر، أنا مش عايزة مخلوق يعرف حاجة عن موضوع مرضي ده. أهي ماما نايمة أهي. مش قلتلك ماما؟ ماما اتفضل يا بابا. اتفضل. فين حبيبي؟ احنا خلاص روحنا. روحنا فين؟ على بيتي يا حبيبي. امك سناء هنا يعني؟ طب اتفضل يا بابا اقعد ارتاح. اتفضل. يعني احنا هنا عندك ولا عندي؟ عندي حبيبي في بيتي. بص يا ابني، انا متلخبط، ساعدني حبيبي. مفيش حاجه تلخبط خالص، انت هنا عندي في البيت، حضرتك هتخش تريح وتنام في الاوضه دلوقتي، وبكره الصبح اول ما تصحى تقعد مع اولادي هبه وهشام، أكيد وحشينك. طبعاً. بس أنا بسألك عن سناء، هي معانا؟ يعني هي فين؟ أنا مش فاهم هي فين؟ وإحنا إزاي سايبينها وجايين هنا؟ حبيبي أنت مش فاكر اللي حصل لماما؟ لا فاكر. فاكر ايه؟ فاكر والله. طب قول لي فاكر ايه؟ قول لي انت ايه اللي حصل؟ فين هي؟ انت فكرني. ماما توفت يا بابا. بص يا زينة، أنا بكرة الصبح إن شاء الله لازم أرجع شقتي. الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما، ليه بتقولي كده؟ ليه بقول كده؟ حماكي هيجي يعيش هنا، يبقى أنا لازم أمشي. مش معقول هتشيل المسؤولية دي كلها. أنت بتتكلمي إزاي يا ماما؟ وهو أنت حاملة عليا في إيه؟ ده بالعكس، أنا اللي محتاجاكي جنبي، ومحتاجاكي جنبي دلوقتي أكتر من أي وقت فات. يا زينة، أنا مكسوفة ومحرجة جدا من بدر. جوزك ظروف وحشة جدا اليومين دول، ساب شغل ومامته توفت فجأة، وبابا تعبان جدا وحالته هتبقى أوحش.
انتوا مش ناقصيني. من باب اولى انك تستني معايا. ده حتى بدر طلب مني ان انا اوصيك اننا نستحمل انكل صادق في ظروفه دي. انت يا ماما عايزاني اواجه كل ده لوحدي؟ يا حبيبتي ده عبء وحمل عليكي كبير قوي، ربنا يعينك. بس انا برضو وضعي محرج. انت مش هينفع تمشي يا ماما، مش هينفع تمشي. انت مال وشك دبلان كده ليه؟ انت مش عملتي من كام يوم تحليلات؟ النتيجة ايه؟ أنيميا، شوية أنيميا وقولون عصبي، مفيش حاجة. الأنيميا دي عايزة متابعة، أنت فاهمة ولا لأ؟ فاهمة. يا بابا ما بتاكلش ليه؟ مش حلو الأكل، مش عاجبني. تحب يا أنكل أعمل لك حاجة تانية؟ أنا مش عايز أكل كده كده. أنا همشي عشان عندي ميعاد شغل في الوزارة. طب يا بابا يعني كل حاجة بسيطة كده بس علشان تاخد الدواء؟ دواء إيه اللي أخده؟ أقول لك عندي شغل وعندي مواعيد، انت ما بتفهمش ليه؟ بابا انا اسف والله مش قصدي، بس يعني انت عايزك تفطر كده بس مش اكتر. انت بتبصي لي كده ليه انت كمان؟ انا؟ ايوه انت. في ايه؟ انا كده جنبك؟ ايه ده يا بابا ما حصلش حاجه. يوه لا ده انتوا ناس مش طبيعيين. بدل ما تقول لها بتبص لابويا كده ليه بتقول لي انا في ايه؟ اخص عليك وعلى تربيتك ولا تقليل الادب. ماما عشان خاطري أرجوك يا ماما بطلي بقى السجاير دي، كفاية كده. والله أنا مش ناقصة والله. نبي يا زينة سيبيني في حالي، أنا هطق خلاص. يا ماما ما تزعليش من أنكل صادق، هو مش واخد باله هو بيعمل إيه، ما أنت عارفة ظروفه. يا حبيبتي أنا مش زعلانة منه ومقدرة حالته فهمها كويس، بس أنا حاملة هم بكرة هنعمل إيه، عشان كده لازم اروح بيتي. ده اكيد بدر. انا هطلع واسيبكم. لا لا خليكي خليكي، انا هطلع له. وبعدين اعمل ايه؟ انا كمان مش عايزه اسيب زينة في الظروف دي، ولا حكايه الانمي دي كمان، دي محتاجه كل وقتها. يا رب ساعدها. حبيبتي فكري بس معايا في الكلام اللي بقوله ده، هتلاقي صح. صعب قوي يا بدر اللي انت بتقوله ده. انا ما اقدرش ابدا انقل حياتي كلها واسيب بيتي واروح اعيش في بيت انكل صادق. وبعدين ماما، ماما مش هترضى تيجي معانا هناك، وهتصمم ان هي ترجع بيتها، وانا محتاجه امي جنبي. افهميني بس يا حبيبتي، أولاً أنا كلمت الدكتور بتاع بابا وحكيت له كل حاجة، وقال لي إن تغيير المكان بالنسبة له دلوقتي مش صح، وهو اللي ملخبطه زيادة، يعني قعده هنا مش في مصلحته. ثانياً بقى تعالي نفكر الموضوع كده بشكل مادي، إحنا قريب قوي لازم ندفع فلوس الإيجار، وده هيزنقنا جداً. أنا شايف يعني إحنا لو رحنا قعدنا عند بابا هنوفر فلوس الإيجار. مش عارفة يا بدر، أنا مش عارفة أفكر، أنا متلخبطة خالص. حبيبتي احنا عندنا مصاريف كتير قوي الفترة الجاية دي، بصراحة أنا لسه مش عارف أعمل فيها إيه. قبل وفاة أمي
بعت السي في بتاعي لشركات كتير بس لسه محدش رد عليا لحد دلوقتي. ربنا يسهل بقى قريب. انا عارف يا حبيبتي اني بضغط عليكي بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي في ايدينا دلوقتي. خلاص اتفقت مع الدكتور ان اول جلسه تبقى بكره. المشكله بس في ماما، هنقول لها ايه وهسيبها ازاي في البيت ده؟ هي مش متعوده على المكان هنا. وبعدين انت قلت لي ان احنا هنبات، هقول لها ان انا هبات فين؟ بص حبيبتي، احنا هنفهم طنط ان احنا عندنا اجتماع اولياء الامور ومش هنودي العيال المدرسه، هنخليهم هنا في البيت. تمام. وبعدين وفي نص اليوم كده هنقول لها ان انت تعبتي شويه وضغطك كوتي فخدتك على المستشفى وعلقوا محاليل، وعلى اخر اليوم بالليل هقول لها ان الدكتور قال ان الاحسن ان انت تباتي في المستشفى عشان نطمن عليك الصبح. مش عارفه يا بدر، مش عارفه حبيبتي، ما عندناش حل تاني. خلاص يا حبيبي، اعمل اللي انت شايفه صح. تمام. على فكره انا قبضت من الشركه النهارده 25,000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة. ما تشيلش هم الفلوس يا بدر، انت مش لوحدك، ربنا معاك. مش شايل هم يا حبيبتي، انا بس بقول لك عشان تعرف ان احنا معانا فلوس. انا اسفة قوي يا بدر. اللي انت بتقوليه ده، انا اسفة بجد. انا عارفة ان موضوع العلاج الكيماوي ده هيبقى عبء كبير عليك، بعدين انت صعبان عليا جدا. انا مش عارفه ليه كل حاجه اتقلبت عليك كده. مش حقيقي يا حبيبتي، غلط اللي انت بتقوليه ده. انت قدامي اهو، واحساسي ان انت جنبي وحواليا في الدنيا مطمني ومخليني قادر اواجه الدنيا كلها. صحيح موت امي كسرني، بس لسه قادر اتعكس عليكي ولسه قادر اصلب طولي عشان عارف انك جنبي وحواليا في الدنيا. متشيليش هم اي حاجه يا حبيبتي، ربنا موجود. انا اسفه يا حبيبتي بتعبك، بس والله ما اقدر اقف على رجلي، تعبانه قوي. ولا يهمك يا ماما، وانا يعني بعمل ايه بجد؟ أنا مش عارفة طوعتك إزاي ورديت أجي أعيش هنا. يمكن السبب الرئيسي إن أنا مش مطمنة على صحتك، وبفكر إني أول ما أطمن عليكي لازم أرجع بيتي. إيه يا أنكل، حضرتك محتاج حاجة تحت أمرك؟ أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ إحنا يا أنكل خلاص هنعيش هنا كلنا مع بعض. يا سلام، تنوروا يا بنتي. بس ليه؟ ليه هتعيشوا هنا؟ عشان ما نسيبش حضرتك لوحدك. آه،
ده على اساس ان انا عيل صغير ولا ايه؟ وبعدين ما انا سناء معايا، ده انا حتى دخلت على صوتكم افتكرت ان سناء هي اللي جوه. انا هروح اشوفها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. يا بنتي ما ينفعش كده. شفتي دخل ازاي؟ وده لسه مش مقتنع حتى ان مراته ماتت، دي مصيبه. معلش يا ماما، ما هو احنا لازم نساعده، ما ينفعش نسيبه كده. ده انكل صادق بالنسبه لي في غلاوه بابا الله يرحمه. طب انتي بتعتبري زي ابوكي، انا بقى اعتبره ايه؟ في ايه بس يا ماما؟ انتي طول عمرك حنينه. يا حبيبتي الحنيه في القلب والله موجوده، بس انا خلاص ما بقدرش على تطبيق العمل. عندي ضغط وعندي سكر وداخل على القلب اهو. سنين الدنيا اللي باعت واشترت فينا. يا حبيبتي انتي لسه بصحتك، بس انا ما بقاش فيا حل المدادية. صح، انا لسه بصحتي فعلا يا ماما. عشان كده مش عايزاكي تقلقي، انا لسه بصحتي، ما تقلقيش من اي حاجة. حاجة بس إن أنا وإنتي وبدر لازم نساعد بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي. يا ربي يقدرك ويقدرني يا بنتي. بس أنا عايزة أطلب منك طلب يا ماما. أنا هي أنا عايزاكي تدعيلي، عايزاكي تدعيلي كتير قوي. أنا بدعيلك دايما وأنا عندي خيرك. ايه رايك يا حبيبتي بقى في القعده دي؟ انت عارفه زمان كنت بلعب انا والولاد اللي في الشارع هنا مكان ما ولادنا بيلعبوا. كنا بنلعب مسكت الملك، وكان جدي بقى الله يرحمه ابو ابويا كان بيبقى قاعد تحتنا اهو. فاكره كانه امبارح، لابس الروب بتاعه البني كده والزعبوط وبيسمع ام كلثوم. كنا مجننين، كنا عاملينه هو الامه. اي حد بقى يجي يلمسه يبقى خلاص كانه نجي. بس كان بيبقى مبسوط وبيضحك. وابويا كمان كان بيبقى مبسوط. وامي، امي الله يرحمها، يعني كان ما كانش فيه مشاكل خالص. واحنا كمان اول 4 سنين في حياتنا ما كانش فيهم مشاكل خالص. الحمد لله اتجوزنا وخلفنا ولد وبنت زي ما انت كنت بتتمنى، وانت كان شغلك مستقر، كنا عايشين في شقة كويسة. أمي كانت عايشة وأنا أبويا كان لسه عايش. ما هي الدنيا كده بقى، يعني مش ماشية في خط مستقيم، يوم فوق ويوم في النص عادي يعني، ويوم تحت تحت قوي، بس الحمد لله. بدر. ايه يا حبيبتي؟ هو انا ايه اللي هيحصل معايا بكره؟ ولا حاجه يا حبيبتي، احنا هنروح ناخد الجلسه ونقضي الوقت اللي هنقضيه وهنرجع على طول. وكمان انا معاك يعني، ما تقلقيش. هو انا فعلا شعري مش هيقع؟ يا حبيبتي ما انا قلت لك ان انا كلمت الدكتور وقال لي ان في انواع دلوقتي ما بتوقعش الشعر. انا بس مش عايزه اخد ماما والولاد. تلاقيش يا حبيبتي، ربنا كريم. ويعني كان حبك مجلس الاباء ده النهارده، ما كان بدري يروح لوحده. ما ينفعش يا ماما، هما طالبيننا احنا الاثنين. على جوز المقاريض دول؟ ما انا كمان مش مستوعبه ازاي هتسيبوني
في البيت لوحدي مع الأستاذ صادق. افرضي يتعصب عليا ولا تنرفز ولا أي حاجة، أتصرف إزاي بقى؟ مش هيحصل حاجة يا ماما إن شاء الله. والله أنكل صادق اتحسن كتير، ده حتى النهاردة لما شافني الصبح قال لي صباح الخير. يا سلام. واضح إن رجوعه البيت هداه فعلا زي ما كان بدري بيقول. إن شاء الله اليوم هيعدي على خير ومش هتحصل أي مشاكل. أنا بقى وأنا في سنك يا هشام، بس مش هنا، كنت لسه في المنصورة، كنت إيه؟ بتمرن كاراتيه. آه أمال إيه؟ أنا كان معايا حزام أسود. أنا ما تفتكرش يعني إن أنا أي كلام. عايز ألعب كاراتيه زي جده. خلاص أنا أمرنك، دي لعبة جميلة قوي. هما خمس كاتات أساسيين، هايان شودان، هايان نيدان. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الضحك ده كله؟ اصلي كنت بحكي لهم ايام ما كنت بلعب كاراتيه. يلا بقى يا هشام اقول لك الحركات اللي احنا كنا بنعملها، بس على القاعد كده، ها؟ خلي بالك. خلي بالك معايا. يلا. ده كان بيلعب كاراتيه. ده هيشنيرني لما تنزل. لا بس شفتي يا ماما، رجوعه البيت فعلا خلاه يتحسن، الحمد لله. بدري كان عنده حق. انا كنت لعيب جامد قوي، حتى استنوا سناء مراتي لما ترجع واسالوها. لا واضح التحسن. بابا انا هنزل انا وزينة عندنا مشاوير وهنتغدى سوا مع بعض. او ماله يا ابني وماله، يلا توكل على الله وتكون امك رجعت. طب ما تضايقوش جده بقى يا اولاد، ها؟ يلا طنط، بعد اذنك بس عايزك تيجي. خير يا عم؟ احنا مش هنتاخر، هنرجع على طول. بس في دواء كده يا ريت حضرتك تديهوله كمان ساعه اهو، وخلي بالك منه يا طنط والنبي. من عينيا طبعا يا سلام. طبعا طبعا. بس الصادق ده اخ عزيز وغالي، ما تقلقش يا حبيبي. هات الدواء. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. ان شاء الله تقضي وقت سعيد. يلا السلام عليكم. يا نهار اسود ومنيش، استرها يا رب استرها. هو انا ليه حاسه ان انا في اوتيل مش في مستشفى؟ هو دكتور بركات كده بيحب يبسط كل حاجه، اهم حاجه بالنسبه له نفسيه المريض. أنا متوترة جدا. متوتريش يا حبيبتي، أنا جنبك. الموضوع بسيط جدا. متقلقيش. طمني. يا ربي الراجل ده راح فين؟ يا حرام عليك يا سي الصادق، قلبي كان هيقف. ايه ده ايه ده؟ وانا بخوف قوي كده؟ فكرتيني بنفسي ايام ما كنت وكيل وزاره. كنت ايه؟ ادخل الوزاره من هنا العيال الموظفين يترعبوا. ما انت برضو بسم الله ما شاء الله لك هيبه يعني. الله يخليك. اتفضلي اتفضلي اقعدي. اشكرك. هما الأولاد فين؟ أولاد مين؟ الأولاد الصغننين هبة وهشام. كلتهم؟ إيه يا مصيبتي.
ده؟ انت صدقتي؟ معقول كده؟ حضرتك ساذجه قوي يا مدام. احفادي حبايبي بيلعبوا في الجنينه. والله دي تاني مره تخدني يا استاذ صادق، بس هقول لك ايه، دمك خفيف زي ما انت. ربنا يخليكي، انا قلت اضحك معاكي. الواحد مننا الحزن تملك منه، بنبقى محتاجين ضحكه او طرفه من وقت للتاني. ايوه فعلا انا محتاجه للطرفه، الفراق صعب، ربنا يصبرك على الفراق. ايه؟ انا اصلي دلوقتي لسه جاي من اوضتي، شديت مع سناء جامد قوي، سايبها بتعيط. سناء؟ سناء مين؟ سناء مراتي. هتكون سناء مين؟ انا قلت لها تطلع تقعد بره مع الولاد دول اللي قاعدين بره في الجنينه و... انت ايه اللي في ايدك ده؟ انت عيانه؟ لا لا، ده بدر ابن حضرتك وصاني اني اديك الدواء ده. دواء ايه اللي اخده؟ انا ما امنش اني اخد منك حاجه. انت ممكن تكوني عايزه تاذيني، انا اضمنك منين؟ انا يا استاذ صادق، ده احنا 10 سنين وانت اخ كبير ليا، لا يمكن افكر حتى اذيك. اسمعي بقى، مسكتنا له دخل بحماره. مش معنى اني اويك في بيتي وسايبك تبرطعي تقومي تشيلي التكليف، لا، انا وكيل وزاره ومرشح وزير، بلاش التباسط الزائد ده. انا ليا ابني لما يجي اتكلم معاه. انا اسف، انا اسفه، انا غلطانه. انا لو اعرف بس مين دي. كم جلسة من دول وهينتهي كل شيء، ان شاء الله ترجعي احسن من الاول. بص يا حبيبي، أنا بكره التشاؤم وبحب الحياة وعندي أمل كبير في ربنا، بس مش عايزاك طول الوقت تحاول تطمني وأنت جواك قلق وخوف عامل زي جمرة النار. أنت مش مضطر تعمل كده يا بدر، أنا مسلمة أمري لله واللي عايزه ربنا هيكون. حبيبتي، ما أنا كمان مسلم أمر لربنا، أنا مش بحاول أطمنك وخلاص، أنا متأكد إن دي فترة هتعدي وهتشوفي. عارف أنا الكلام ده كنت بقعد أقوله للي بيحصل لهم زي كده، كنت بقعد أقول لها هتخفي وهتبقي كويسة وبكرة تشوفي وهترجعي لأولادك وتشوفيهم وهم بيكبروا وبيتجوزوا، وبتكلم بمنتهى الثقة كأن أنا عارفة يعني إيه اللي هيحصل بجد، وأنا ولا عارفة أي حاجة، وأغلبهم في الآخر ماتوا. المرض ده يا بدر ما بيرحمش حد، وأنا عارفة كده كويس. إحنا بس بنعمل اللي علينا، لكن المرض ده ما بيرحمش حد. دي مامتك بتتصل، أقول لها إن أنتي واقفة مع المدرسة بتاعت هبة. الو، ايوه طنط. اهلا يا حبيبي، ازيكوا انت؟ الحمد لله تمام. زينة بس واقفه مع المدرسه بتاعت هبه. قولي لي يا طنط، بابا كويس؟ اخد الدواء طيب؟ حاولت معايا بدر، والله العظيم حاولت، بس هو رفض. طيب خلاص، انا لما اجي اشوف هبقى اديهولك. انا برضو احسن. وهتيجوا امتى يا حبيبي ان شاء الله؟ شويه كده، اصل هنخلص وهنعمل شويه مشاوير كده، نشتري حاجات للبيت. تيجوا بألف سلامة إن شاء الله، في انتظاركم، مع السلامة.
مشاوير وبعدين 4 ساعات اجتماع. ده اجتماع مجلس أمن مش اجتماع مجلس آباء. الو ايوه يا طنط. الو ايوه يا بدر. ايه يا ابني انتوا اتاخرتوا قوي كده ليه؟ لا اصل زينه بس ضغطها وطي وتعبت شويه وديتها المستشفى وعلقوا لها محاليل والدكتور قال ان الاحسن يعني ان هي تبات النهارده هنا. ازاي يا بدر وازاي ما تقولوليش؟ ما حبيتش اقلقك بس يا حبيبتي بس هي كويسه جدا. كويسه ازاي؟ قولي انتوا في انهي مستشفى وانا انزل اجيلكم. لا يا حبيبتي تيجي فين بس الوقت متاخر احنا بكره الصبح هنيجي على طول. طب خديها معاك اهي اطمنك بنفسها. ايوه يا ماما. ايوه يا روح ماما سلامتك. قلقانة ليه انتي بس يا ماما؟ مفيش حاجه مفيش مشكله. لا 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 انا راجعه على طول يعني هبات بس بالليل والصبح هكون موجوده. الولاد كويسين؟ اه وانتي خدتي ادويتك؟ اه طيب يا حبيبتي تمام. لا لا ما تقلقيش. لا لا والله ما تقلقي. لا يلا هكلمك تاني قبل ما انام. تصبح على خير. انتي من اهلك حبيبتي. يا رب استر يا رب استر. انا قلت مره واحده اقول لها اللي احنا هنبات بره. احنا كل مره هنعمل كده. الجلسه الجايه بقى كمان اسبوعين لما يجي وقتها يحلها الف حلال. مستخبلنا فين كل ده؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله.